طيب عبد الرحمن بقى يعني بيصور بعينيه، يعني هو بيشوف الصورة كده بيصورها، ولا اديته شوية معلومات أو قواعد إنه إزاي الصورة تطلع مظبوطة كإضاءة كتكوين الحاجات دي؟ هو بالفعل لقيت عنده الزاويه حلوه لرؤيته، بس بدات بعد كده لما لقيته خلاص واخد الموضوع مع الكاميرا، فبقول له الصوره دي غلط، بصي انت قاطع الايد هنا ازاي، الحاجات البسيطه، ما دخلتوش على أهي الميكانيكا الصور. بتاعت ده وقت هو بيعمل لها سيشن ريكزيرتد ده. ده هنا يا وكمان عرفت خروج. ياخده بص برضه. بص، طب انت عامل ايديك كده ليه يا عبد الرحمن؟ بخليها تبص على ايديا. الله، ليه بقى؟ عشان ما تبصش على الكاميرا، تبقى كأنها مش واخده بالها، صح؟ وانت اللي اخترت الفكره دي ولا بابا غششك؟ انا اللي اخترت الفكره دي. برافو عليك. انا عايز بقى صور لعبد الرحمن نفسه، يعني انا هنا بابا اللي مصورك صح؟ صورته بالموبايل. عايز اشوف صور لعبد الرحمن بقى، هو يعني اللي مصورها. هو اللي مصورها، يعني الصوره دي فين مثلا؟ اللي هي جزيره ده؟ لا، الصوره نفسها اللي هو اللي صورها لاخته. انا حطيتها في الفايل. طيب هنجيبها معانا. هي صوره كتير ما شاء الله. يعني عامل له نص الهارد ليه هو مخصوص. اهي دي اختك بالاناناسه. انت اللي جبت الاناناسه. طيب عبد الرحمن قول لي، ماما في البيت بتقعد تقول لك لا وسيب التصوير وعلشان انت وراك مذاكره والحاجات دي، ولا بتشجعك ان انت تنزل وتصور اكتر؟ الاثنين. الاثنين ساعات يعني على حسب الوقت. في الاجازات بتعمل ايه؟ في الاجازات وماما بتبقى في الشغل بتخليني انزل مع بابا، لو مش لو هي الاجازه. حلو قوي. ايه ده، ثواني، دي اللي خدت مركز اول في ناشونال جيوغرافي. دي انت اللي مصوره؟ حلو قوي. طب والايديت بتاعها ان هو يبقى، هي دي ابيض واسود صح؟ بلاك اند وايت. مين انت اللي عامل الايديت بتاعها ولا لا؟ بابا بيساعدني. بابا بيساعدك. بس الصوره حلوه قوي، صورتها ليك يعني، برافو عليك. انت شايفها؟ انت بتتكلم على الصورة. شفت ايه في الصورة طيب عبد الرحمن؟ يعني انت ايه اللي خلاك تصور الصورة دي؟ الضوء كان شكله حلو عليها. هو الضوء حلو جدا، يعني دخلة الضوء مع الشباك مع الحاجات اللي نازلة من سقف البيت او العشة دي حلو. هو اساسا انا عرفه يعني ايه، هو عارف يعني ايه، يعني ايه فوتوغرافيا؟ فوتوغرافيا هي كلمة يونانية معناها رسم بالضوء. فعرفت ان الضوء هو بيبقى دايما مصدر. كلمة يونانية معناها رسم بالضوء. هي حاجات بسيطه، ما عقدتوش من التصوير، انا اديته البساطه في الجمال بتاع التصوير. حببته في التصوير زي ما انا دخلت في التصوير. انا لو كنت درست ميكانيكه الكاميرا من قبل ما ابدا، انا عمري ما كنت اوصل اللي انا فيه. دخلت الكاميرا من اخرها كده بشكل مباشر. بعد كده بقى ادخل الاكاديمي ونتعلم بقى الصعوبات دي. خلاف نزلوا معاك على ما اعتقد، برضو انت حببته اكتر في القصه دي. هو يعني شايف من 6 7 سنين نزل، بتقولي بينزل معاك من بدري قوي. من قبل 6 7 سنين. هي اكيد دي الخروجه بالنسبه له. بقت هو انت بتتضايق من لما بننزل نصور؟ لا بابا مبسوط. يعني تروح الملاهي وتلعب وكده ولا تنزل تصور؟ بنزل اصور مع بابا في الملاهي. لا، الصور كده بتبقى فسحه.